بعد توقف منذ العام 2019، عادت عجلة الأوافل من النازحين السوريين لتنطلق مجدداً باتجاه قراهم داخل الأراضي السورية، مبادرة تحت شعار العودة الطوعية. إلا أنه ما يبشر بالخير هو أنه القرار السياسي اتخذ بالتنسيق بين البلدين لبنان وسوريا، وتكمن أهميتها بتذليل العقبات من أجل تسهيل المهمة، أولاً الأمنية من خلال معالجة ملفات بعض المطلوبين، وثانياً اللوجستية عبر السماح بنقل الممتلكات معهم. قافلتين بتضم حوالي 100 عائلة سورية ممن سجلوا أسمائهم، صارت باتجاه الحدود السورية منذ الصباح الباكر بمواكبة من الأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني، الأولى من بلدة عرسال بالبقع والثانية من النبطية بجنوب. إعادة تحريك الملف أتى بنتيجة اجتماعات مكوكية ومتكررة شهد قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وعدد من الوزراء المعنيين. فإلى جانب الزيارات الرسمية إلى سوريا، تم تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم متابعة الملف، كما رفع أيضا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحمل موقف لبنان الرسمي من موضوع عودة النازحين، كما كتاب إلى مفوضية شؤون اللاجئين لتحديد أدوارها تحت سقف القانون اللبناني. العملية عم بتصير من دون أي عوائق، أكد للأوتيفي وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال إكتور حجار من معبر الزمران الحدودي. اليوم من الصباح الباكر نحن عم نواكب العائدين السوريين طوعيا لسوريا، ونحن هلا صارت تقريبا الساعة 3 أشرفنا على النهاية. كان العدد السيارات وعدد العائلات أكثر من المتوقع، وعملنا من الصباح من الأمن العام وقوى الأمنية والجيش والمخابرات على تسهيل معاملات الناس المسجلين، وكان وجود وزارة الشؤون لمواكبة كل الأعمال. العملية اللي عم بتصير هي عم بتصير بمراكز الأمن العام التسجيل، وبعد التسجيل ترسل الأسماء إلى سوريا، تجي الموافقات، يبلغ الأشخاص اللي ممكن يطلعوا. هلأ خلال دقائق رح تقطع سيارة قدامنا عائلة طالعة على سوريا، رح تشوفها هلأ عم تقطع على الحاجز، لكن ويبلغ على أمل أنه أسبوع الجاي. وهذه السيارة تاني كمان عم تقطع هلأ بتشوفوها، هذه طالعة على حمص مع عائلة، لكن أسبوع الجاي عنا قافلة جديدة ستنطلق من عدة مناطق من لبنان، سوف يعلن عنا المدير العام للأمن العام وبقول البرنامج بأي أيام. اليوم كان عنا القافلة الكبيرة اللي انطلقت من عرسال، وكبت أنا وفي قافلة انطلقت من منطقة النبطية. نحن عملنا من اليوم الأول لتأمين العودة الطوعية، والمتابعة كانت مع فخامة الرئيس وضابط الرئيس واللجنة الوزارية المعنية بالعودة، وهذه العملية تم توكيل من بعد القرار السياسي، تم توكيل اللواء إبراهيم للمتابعة مع السلطة السورية، وهذه العملية هي عملية مستدامة. بدأنا اليوم وأكد اليوم بالانطلاقة، وعلى أمل أنه يكون عندنا دفعة الأسبوع المقبل ودفعات غيرها خلال المرحلة اللي جاي. نحن بدأنا بموضوع العودة من جديد، وهذا عرس وطني للسوريين النازحين. اليوم طلعوا على بلدهم، والأغلبية هلأ بكونوا وصلوا عبر معبر زمراني، بكونوا وصلوا يعني خلال ساعتين بكون كل القافلة قد قطعت الأراضي اللبنانية ودخلت إلى سوريا بأمان. فرجيك هلأ بعد باص عم يتحضر للانطلاق، هذا باص عم يتحضر للانطلاق اللي طلع على سوريا، ما بعرف إذا مبين على الكاميرا. مبين. وهيدا كمان اليوم بيك أب كمان طالع. فاليوم الملفت للنظر، هيدي عائلة طالعة، الملفت للنظر أنه السوريين الموجودين بعرسال موجودين بسياراتهم وبألياتهم، واليوم ضبوا كل فرش بيوتهم وحملوا حالهم وطلعوا. خطة إعادة اللاجئين السوريين وضعت على سكة التنفيذ، وسط تأكيدات المعنيين بأنها ستتكثف عبر تسجيل الأسماء وتحديد دفعات العودة من مختلف المناطق تباعاً، يلي رح تغادر البلاد متجهة إلى سوريا بالأسابيع القادمة.